دي حاجة بقى مجلس الإدارة اللي يطلع يقولها مش إحنا. إحنا ما بننجمش. وبعدين أقول لك على حاجة، هو النادي الأهلي ده في يوم من الأيام مش ماشي كابتن محمود الخطيب، قال له بطل دي آخر سنة، اللي هو الكابتن التاريخي، مش جه الكابتن طارق زيت ومشاه. هو النادي الأهلي كده سياسته كده، ما عندوش عواطف، ما بيبقاش على حد. حسام عاشور، أي حد، وإبراهيم وحسام وشوبير كل دول، وربيع وعلاء ميهوب، كل دول واخد. هو كده سياسته كده. لا دي خلاص، انت عمرك انتهى لغايه كده خلاص، حتى اللي بعد بس اقلب صفحه واقلب، اللي هي مصلحه النادي اهم من اي حد، فاهمني؟ فانت ما تزعلش، لان دي هي سنه الحياه. وخلي بالك برضو، يعني موضوع سيد عبد الحفيظ ده فيه لغز، اللغز ده لا يعلمه غير مجلس الاداره وسيد عبد الحفيظ بس. انا راجل لسه قاعد امبارح على الدكه وكسبان النادي المصري، واجي تاني يوم الظهر اتشال. كان بيبقى في بوادر بتيجي مثلا خلال الموسم، ده عمل مشكله بترماها في الايه، في الاعلام، ده عمل مش عارف بتاع الاقرب، انت فاهمني؟ فانت لما تعمل الكلام دوت قبل ما ماشي، فانت كنت بتمهد ان انت. بص يا كابتن رضا، انا بكلمك وانا الكلام مسؤول عنه وبقوله لك بمعلومات. رحيل سيد عبد الحفيظ، لو عمل ايه سيد عبد الحفيظ؟ فاهمني؟ سيد عبد الحفيظ رحيله تصفية حساب. أنا اللي بقول لك وفي مشاكل بسبب بقى لها سنتين. أنا أختلف، اللي يجيبها لك بقى الكولر أصل كذا. أنا أختلف معاك، بص مفيش سبب جوهري. أنت عارف سيد عبد الحفيظ ده بقى له قد إيه مدير كورة أو مسؤول جوه النادي الأهلي؟ 13 سنة. هتيجي تقول لي ان هو هيغلط اصل اللي يطلع لك يقول لك اصل اكرم توفيق مش عارف؟ لا 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 لا، كل ده بص، اصل واحد لسه كان بيكلمني، اصل سيد عبد الحفيظ واحد من التابعين وتابع التابعين، اصل سيد عبد الحفيظ كان بيتدخل في الامور الفنيه وكولر اعترض عليه. يا سلام، انا بقول حضرتك ده اللي بيتم التسريب. لا يا عم اسمع كلامي، خلي بالك هم مش عايزين يقولوا اصل الموضوع. الموضوع فيه كارثه، فيه مصيبه. لا مصيبه هو ليها علاقه هم ومجلس الاداره، المشاكل اللي موجوده. لا ولا المشاكل دي مع سيد عبد الحفيظ. بص هتقول لي تصفيه حسابات، ما حدش يجرؤ يقول، سواء حسام غالي او العمري فاروق او اي حد، مع كل احترام لمجلس الاداره، يقدر ياثر على كابتن محمود الخطيب في حته ان ده يمشي وده يقعد. اسمع، لنا هي الموضوع فيه ان دي، عشان كده سيد ملتزم. لا سيد لانه محترم. بس ما هو مش هيقدر يتكلم، مش هيقدر، ولا مجلس الاداره يقدر يتكلم. بس الايام بينا، وفي يعني فيما بعد ممكن نعرف ايه اللي حصل. لا سيد لانه بيتعامل بمسؤوليه وعارف يعني ايه قواعد النادي الاهلي، فمش هيتكلم خالص. ماشي، بس ومش هتشوف. ايوه هو مش هيتكلم عشان هيرجع في يوم من الايام، فهيستنى، ما يرضاش يتكلم ولا يقول عشان عارف ان هو ممكن يرجع. انما لو اتكلم كمان تاريخه، لو اتكلم بيحترم النادي الاهلي. ماشي، لو اتكلم مش هخش النادي الاهلي. هو بس كابتن رضا، خلينا نتفق ان سيد عبد الحفيظ وصل لمرحله، وده هتشوفها الفتره الجايه، ان المشاكل بتظهر وهو مش موجود. ماشي، زي كان الله يرحم كابتن ثابت البطل. لا هو على من كابتن ثابت البطل، يعني مع كل الاحترام. يعني انا بس يعني قيمه الكابتن ثابت، يعني لا، لان بصوا، لان ده الصلاحيات بتاعه بقت اكتر من الكابتن ثابت. دي رقم واحد. كابتن ثابت كان برضه، خلي بالك ما تنساش ان كان في كابتن خطيب في عضو مجلس اداره، كان في كابتن حسن حمدي نائب رئيس النادي، كان في كابتن صالح سليم اللي هو واخد بالك. فكان الدنيا متيسره، وبعدين كان في لعيبه ثقافتها في الوقت ده كانت عاليه، وما كانش في سوشيال ميديا، وما كانش في لا، وحتى كمان اللي كان بيغلط اللي هو الغلط العادي النرفزه. انت واخد بالك؟ فالحاجات دي كلها ما كانش يقدر ياخد فيها قرار غير لما يرجع الاول. انما ممكن دلوقتي سيد عبد الحفيظ زي ما عمل وخد ال 200 الف جنيه لما حسين الشحات، وجي بعد كده الكابتن الخطيب زودها. تمام، واخد بالك؟ لان هو لو رجع للكابتن الخطيب، كابتن الخطيب ما كانش زودها. تمام، واخد بال حضرتك؟ فهو تعرف بقى ان ده كان القرار سيء، ما رجعش لمين؟ ايوه طبعا، للمجلس. فلما المجلس شاف ان الموضوع اكبر من كده كمان، فعمل ايه؟ خلاه بقى زياده نص مليون جنيه، واخد بال من 200 ل 500.
واخد بالك يعني اذا ان هنا تفهم ان القرار كان قرار سيد عبد الحفيظ. يعني الراجل ده واخد صلاحيات غير الكابتن ثابت الله يرحمه. غير الكابتن طارق سليم الله يرحمه. لان الناس دي كانت لازم ترجع لمين؟ الكابتن صالح. وانا بقول لك اهو الموضوع بتاع سيد عبد الحفيظ عشان نقفله موضوع في حاجه اكبر اي حاجه حصلت قبل كده. ولا تقول لي بقى مشكله اكرم توفيق ولا مشكله ان بيتدخل في التشكيل ولا كل الكلام دوت مش داخل دماغ. هي في حاجه كبيره حصلت عشان كده كابتن محمود الخطيب رضخ ان لازم يمشي سيد عبد الحفيظ. طيب السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. اجمل ما في الموضوع ان كله بيضرب اخماس في اساسه، محدش يعرف حاجه عن النادي الاهلي، كله بيخمن كله بيركز. رغم غياب سيد عبد الحفيظ ورحيله عن الجهاز الفني للنادي الاهلي لم يصدر تصريح واحد ولا من النادي الاهلي ولا من سيد عبد الحفيظ. كله دماغه شغاله، كله بيفكر، كله بيقول لك لوس، كله بيقول لك مارسيل كولر هو السبب. لا يا عم ده قرار دوله، لا ده اتدخل في التشكيل، لا ده مشكله اكرم اللي بين فاكر قد ايه، لا ده حسين الشحات قال 200,000 لا مالكش في الخطيب. احكي وقول. وزايد على رحيل سيد عبد الحفيظ من النادي الاهلي هو ده الاداره الناجحه، كله بيجتهد عشان يعرف الحقيقه. النادي الاهلي كدمان كدمان، عارف يعني ايه؟ الصمت لغه العظماء دي عديناها. عارف الكدمان في الحرب؟ خبر سيد عبد الحفيظ سر من اسرار الحرب. يعني كله مشغل دماغه، كله بيجتهد، والموضوع ده كان ياخد اكبر من كده بكتير. لكن الزمالك ومرتضى منصور وعك، الزمالك لما دخل ببيع زيزو مفيش فلوس، بخطاب رئيس النادي، ببيان رئيس النادي، مرتضى منصور لما عدا شيكابالا في تصريح، شيكابالا عرض عليه بيان، هم عملوا واجب مع سيد عبد الحفيظ، هم ريحوا النادي الاهلي. النهارده رضا عبد العال جاي بيقول لك يعني اداره رائعه، مفيش حد في مصر يعرف سيد عبد الحفيظ مش يلم النادي الاهلي غير محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ، وبعد كده مجلس اداره النادي الاهلي. لكن كله بيجتهد. ايه السياسه الرائعه دي؟ سياسه مفيش حد يعرف عنها حاجه، كله اجتهد بقى، كله شغل دماغه. ما خلاص الموضوع ده احنا قفلناه، ودخلين شغالين بقى في موليكا، وشغالين في سوزا، وشغالين في رضا سليم، وخلصنا بقى عاشور، وبيطلع اعاره وبيبيع شريف، والدنيا دايره. انت واقف عند سيد دي مشكلتك، الدنيا دايره يا كابتن. شفت بقى لحد وقتنا هذا الاهلي، انا اقول لك على بالبلدي، لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي الاهلي مضي بواجب سوبر. مين يعرف في مصر؟ مش حد يعرف. ليه بقى؟ انا متاكد انه مضى مهاجم، ما هو ما تمشي شادي حسين لزيد، وتمشي محمد شريف للخليج السعودي، وكهربا موقوف، يبقى لازم في مهاجم. والاهلي مش الاهلي ما يقعش في مطب ساذج زي كده، الاهلي مامن نفسه. في مهاجم داخل النادي الاهلي. الاعلان امتى؟ لما يجي وقته هقول لك. سيد عبد الحفيظ مشي ليه؟ لما يجي وقته هقول لك. ده لو قلت لك. هو ده نجاح وحلاوه النادي الاهلي، ويا ريت الكل يتعلم، الزمالك يتعلم، اي انت كمان ادم اتعلم ان مش كل حاجه للنشر، مش تمام اكتر ما تتكلم.